السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في قناة أبو زين جيم، وحشني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا راجع لكم نفس اللعبة زي ما أنتم شايفين، ده اللوجو بتاعها اللي هي وورد تيم، طبعا هي اسمها الذئاب بالعربي. اللعبة دي قديمة بس جميلة جدا، وزيها زي بابجي، لعبة بابجي أونلاين وكل حاجة، وخفيفة بتشتغل على كل الرامات. النهاردة هستعرض لكم الشوب بتاع اللعبة زي ما انتم شايفين اهو، ده اللعبه ايه، دي الشنطه بتاعتك اهي من فوق اهو. بص كل حاجه فيها موجوده، بصوا طبعا الاسلحه دي موجوده هي معايا، اسلحه بقى وتطبيقات والكلام ده، زيها زي كونكر بتتلبس اللبس والكلام زي معلش زي بابجي. يلا بينا كده اهو، على اول واحده كده المتجر اهو، نجيب المتجر. المتجر بتاعها جميل جدا طبعا، بقى فيه زئ بتتحول لزئ، تمام. فين الأسلحة دي؟ في أسلحة كتيرة جدا على شكلها جميل، بصوا كده، بصوا حاجات كتيرة جدا، بلطة، طبعا الأوم وال طبعا زي ما انتم عارفين بقى حاجات البابجي، مسدسات و بص بص هنا بقى الحاجات هنا، بص في بقى السوبر ستار طبعا، الحاجات بتشتريها طبعا، ده الشوب بتاعهم. أنا بس بوريكم اللعبة عاملة إزاي، خفيفة جدا يا جماعة، بتشتغل على جميع الأجهزة. يدي الذئب ده بيتحول بقى، عاوز تعمل له وشم والكلام ده للاشخاص، عاوز تلعب بنت بولد، بص زي ما انتم شايفين كده. طبعا تلبسوا اقنعه من غير اقنعه، طبعا في حاجات كتيره في اللعبه انا مش عارفها، انا لسه بتعلم فيها، انا اول مره العبها يعني، شفتها وعجبتني بس لقيتها تنفع مع كل الرامات، مع كل الاجهزه الضعيفه بتشتغل مفيش مشكله. طبعا ينفع شوية أسلحة جامدة جدا يعني، في السلاح ده برضه روعة. بص عامل ازاي، ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، شكله روعة. بص السلاح ده يا جماعة روعة، ده الاستعراض بتاع اللعبة. أنا بس قلت أوريها للناس، فيها أسلحة كتيرة جدا طبعا، الحاجات ديت تشتريها اللي هي مش فري، فيها ار بي جي حتى اهو. زي بص دي بقى فعلا الالعاب اللي كان بيصمم لعبه بابجي، كان بياخد من الالعاب دي، خلي بالكو اللي هي القنابل والحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، لما عرف الحاجات دي. اللعبه دي يا جماعه من 2006، تخيل اللعبه دي كانت في 2006 او 2007 يعني بالمنظر ده. بصوا حتى اللعبه فيها جميل جدا من جوه، انا قلت بس اعرض لكم الشوب بتاعه واللعبه. خش الشنطة بتاعتي، أنا معايا أهو الإم بي فوق، الكي الإيه كي ده،